عامل ازاي؟ والله مبسوط جدا لان انا شفت ماتش واحد بس دلوقتي لسه في ثلاث ماتشات كمان، في اطفال صغيره بتلعب كويس جدا. انا يعني ما بفهمش في الكوره قوي بس شايف لعيبه قدامي ومبسوط بالحماس، مبسوط ان حي الاسمرات كمان في النظام دوت وبالشكل ده، وان طبعا فيزا بتساهم بحاجه زي كده ان يبقى اختيار الاطفال اللي هترافق اللعيبه في كاس الامم الافريقيه، فده شيء هايل جدا والشباب عاملين شغل جامد قوي. احساسك ايه يا فنان لما عرفت مثلا ان مصر هتستضيف امم افريقيا؟ لا طبعا دي حاجه حلوه جدا سياحيا وقرويا واقتصاديا وسياسيا كل حاجه، يعني دي حاجه حلوه لينا جدا وان شاء الله اوفر كاس الكاس العالم ان شاء الله باذن الله. في حاجه طب يعني هنشوف محمد صلاح جديد؟ اكيد اكيد في الشباب دي، والله انا فكرت في كده فعلا وهم بيلعبوا ان اكيد في منهم لعيبه هتبقى لعيبه عالميه زي نينيو ومحمد صلاح ورمضان صبحي غيرهم، يعني ان شاء الله يبقى في منهم لعيبه قوية. يعني لازم ان احنا نشارك لان مهم جدا ان احنا نبقى بنساند المنتخب، ومش عايزين نقول ان احنا بنساند المنتخب، احنا كمان بنساند مصر في تنظيم البطوله لان دي بطوله مهمه جدا، يعني ان احنا نكون بنساعد في تنظيمها وخروجها بشكل كويس جدا لافريقيا وان شاء الله للعالم بعد كده بقى في كاس. انا مصمم ان احنا ان شاء الله ننظم كاس عالم في يوم من الايام ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا.